Let's
كل التصفيقات وكل التهاني وكل التبريكات تستحقها هذه النخبة من المعارف أساتذة وفنانين وهازفي ومريدي الطريقة العيساوية الذين أزحفونا اليوم في هذا السفر التراثي المغربي الرائع. كنا جميعا حقيقة ونحن في مشهد رائع داخل رحاب المسرح الوطني محمد الخامس في هذه الليلة المباركة المسعودة. وقال لك الليلة على قلب مواليها الرباط السهل والله سديلها تشغزال. تبارك الله علينا جميعا.